فواز نجيب منصور عنتر من اليمن. أصبت بمرض الكبد مدة 8 سنوات وتعالجت في اليمن مدة 2 سنين، ثم رحت إلى مصر وتعالجت في مصر، وقالوا بعض الدكاترة ضروري زرع كبد، فرجعت إلى اليمن وتم التواصل مع شركة يشفين مع الأخ محمد ثاقب زين، وتم التنسيق معه وإحضاري من اليمن والتعامل معنا في رحلة السفر، وتم التواصل معه وتنسيق واستقبالنا في المطار، ثم تنسيق مع الدكتور الألواني الذي قام بالواجب، دكتور ممتاز جدا، ومحمد ثاقب ومستشفى منيبال، تم إعطاري لها وتم الفحوصات وتم العملية بالنجاح. الحمد لله رب العالمين. أنا مسافر اليمن وأنا بأتم الصحة والعافية. Mr. Fawaz was suffering from cryptogenic chronic liver disease. When he came, he was very sick. He had a history of GIB, he had a history of encephalopathy, he was having tensesitis. And when he came to us, he was very sick. And we evaluated him, his brother-in-law was the donor. He underwent transplant and his recovery was very smooth. And now after 1 month of transplant, he's planning to go back to his home country.